حاليا الشخص زي ما حكيت هو في عمل، مقيد في عمل. هذا الشخص كأنه بحاول إنه ما يلتفت لكم، لأنه كأنه حاسس إنه هاي العلاقة ما رح تكمل. يمكن احتمال هذا تكون انفصال جديد، واحتمال إنه يكون هذا ماضي لكم، يعني تقبل كل الاحتمالات. طيب مشاعر هذا الشخص من ناحيتك، هو الشخص هذا كان يحس بالفرحة معك، وكان يحس إنه بالراحة معك. كمان مشاعره هو كأنه شايفك أنت دخلت علاقة غير علاقته هو، كأنه حس إنه أنت مثلا تزوجت، تركته وتزوجت، لأنه هو زعلان جدا جدا. حاسك ان انت فرحان، يمكن انت بتظهر على المواقع التواصل انك انت فرحان ومبسوط وبعائلتك وعندك فرح ومناسبات يمكن. وكمان هذا الشخص بحس كان معاك بالفرحة، كان يحس معاك بالضحكة، يعني كان يحس معاك انه ضحكته دايما موجودة، دايما انه هو حاسس انه فرحان سعيد في وجودك في حياته. كمان حاسس انه انت يمكن دخل طرف ثالث بينكو خرب هاي العلاقة، خلاك انت تتباعد عنه، لانه انت وضعك في حيرة بين اختيارين او بين امرين او بين شخصين، لانه انت هلأ في وضع حيرة، واحتمال انت هذا الشخص عامل له بلوكات وبتراقبه من بعيد. طيب الشخص هذا كيف انت في عقله الباطني؟ الشخص هذا زعلان جدا جدا جدا، وهو حاسس انه انت متباعد عنه جدا، وحاسس كمان انه انت سكرت قلبك من ناحيته لدرجة انه خلص كأنك ما اعطيت فرصة تانية، او اعطيت فرصة كتير واخر فرصة كانت هاي الفرصة بيناتكم. كمان هو حاسس بخيبة امل من ناحيتكم، حاسس هيك بانكسار شديد من ناحيتكم، لانه حاسس التعب في عقله الباطني، يعني عقله الباطني محدود صار بفكرة انه انت مثلا انزعجت منه او زعلت منه واختفيت او تباعدت عنه بسبب مثلا طرف ثالث دخل بيناتكم. انا شايف انه في طرف ثالث داخل بيناتكم. انت بعقله الواعي انت عامل له يعني مشكلة في عقله، يعني بيفكر فيك جدا جدا جدا، مخه 24/24 بيفكر فيك جدا جدا، بيفكر في المشاكل اللي صارت، بيفكر في المشاعر اللي كانت بيناتكم، يعني عايش اللحظة في خياله أكتر ما هو عايشها معاك، مع إنه أنت شايف إنه هو بيشتغل ومطنشك ومثلا ما أنا معبرك أو ما بعت لك أو ما راسلك أو أي إشي، وإنت حاسس إنه خلاص هذا الإنسان انتهت العلاقة بيناتكم. فهذا الإنسان هو ما أنهى العلاقة، بس هو حابب إنه يقعد محاله شوي يفكر ويقيم العلاقة كلياتها، لأنه هو ما زال بيفكر فيك بشكل مستمر، يعني عنده انت في عقله مستقر في المشاكل اللي صارت، مستقر في مشاعره ان هو بحبك جدا 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 هذا الشخص. وكمان هذا الشخص اعتقد انه شايف المشكلة بيناتكم، انت حسيت انه هو خانك ودخل طرف ثالث بيناتكم في العلاقة، أو أنت يمكن شايفه هو مرتبط في مثلا متزوج أو مرتبط بعمل ما أو مرتبط بأسرة غير.
هو كيف شافك؟ هو شافك زعلان جدا جدا، وكأنك من شدة الزعل اللي انت فيه درت ظهرك، ويعني حتى لو في كان فرصة انكم تعدلوا العلاقة، انت عدت انك تطلع على كل اللي صار، تفكر في كل اللي صار اثناء هاي العلاقة، ونسيت انه في بقدر اضبط هاي العلاقة، او قعدت تنظر للمشاكل اكتر ما تنظر لمشاعرك واحاسيسك، و مثلا دخل طرف ثالث بيناتكم، انت كأنه بس انت في ذكريات الماضي، في ذكريات المشكلة اللي صارت، كأنه هذا الشخص أذاك يعني خلاك مقيد، وكأنه هذا الشخص عمل لك مشكلة انت صعب انك تنساها، او صعب انك تعطيه فرصة تانية. مشكلة كأنها عائلية او مشكلة كلام، لان نوايا هذا الشخص من ناحيتكو بده بداية جديدة معكو. كأن هذا الشخص بده بداية جديدة معكو، وكأن هذا الشخص بده يتواصل معكو بالروح، وهو شايفكو انه عندكو قابلية يمكن انه تفتحوا له الباب كمان مرة. شو المشكلة هذا الشخص اللي شافها؟ كأن هذا الشخص شافك انك اجيت لحياته فجأة وطلعت فجأة، يعني يمكن انه مثلا صارت هاي المشكلة، ما اعطيت مثلا كمان فرصة لتجدد العلاقة، انت خلاص صارت هاي المشكلة بيناتكو، انت سكرت هاي العلاقة كلياتها انهيتها، لانه انت فعلا متباعد، وانت كأنك متحير جدا بالشخص هذا. طب مثلا هو ليش عمل فيه هيك؟ مثلا انت شايف انه هذا الشخص غدرك، خانك، مثلا كان مثلا في فرصة انه نصلح الموضوع، بس هو مثلا غدرني، يعني ما بقدر مثلا اعطيه كمان فرصة، لانه انا ما بعطي مثلا فرص للخيانة او الغدر. كأنه هذا الانسان عمل لك شغلة خلاك انك ما تقدر تنساها نهائيا، وشافك انك انت لفيت ظهرك له وخلص انتهى الموضوع، هيك انت شايفه يعني، هيك اقل اشي. بس خلوني افرج كمان مرة على الكروت، لان حاسسها شوي فيها زعل كبيرة، يعني مش مشكلة اخرى بس طرف ثالث، كأنه المشكلة صارت فيها يعني غدر، يعني غدر مشاكل اكتر، كأن التاني ضرب واحد ضرب التاني في 100 سيف. فبقدر احكي لكم هذا الشخص كأنكم انتوا عرضتوا عليه مصالحة، بادرتوا في المصالحة، ورفض هذا الشخص المصالحة، على هيك خلاكوا في حيرة او محتارين، هل هو مثلا مثلا بحبكو، هل هو متحفظ فيكو مثلا، مشاعره شو من ناحيتكو، صرتوا بحيرة بدكو تعرفوا هذا الشخص. طب مثلا هو بحس بالسعادة معي، وهو مثلا لما احنا صارت المشكلة بيناتنا هذا الشخص زعل وتباعد، معناته هو زعلان، معناته هو يكن المشاعر الي، بس هو مش مظهرها، فانت كأنك متحير مشاعرك من هذا الشخص، عندك حيرة من ناحيته، كأنك انت شايف انه تباعد عنك بسبب مثلا مخططات تانية، مشاريع تانية، ناس تانيين دخلوا في حياته. يمكن هذا الانسان بتعامل مع اصدقاء حواليه كتير، مثلا ناس كتير في حياته، احتمال هذا الشخص تركك وتزوج من اخرى، لأنه في عدة حكايات في هاي القراءة، قراءة الميزان. كمان أنت
في عقلك الباطني، كأن خلاص هذا الشخص حطك بموقف خلاك حتى في عقلك الباطني ضل مقيد بأفكار، أفكارك هي إنه مثلا هذا الشخص أنا قدمت له إني يلا نرجع مع بعض، فهذا الشخص رفض. أنت كأنك تقيدت بكسرة خاطرك، أو كأنه عمل لك موقف خلاك إنه أنت تتباعد وتقعد مع حالك تفكر كتير كتير في كل المشكلة اللي صارت، وتقيمها من أول جديد، وترجع تسكر، ترجع تقيم هذه العلاقة وترجع تسكرها، ترجع تقيمها. يعني عندك أنت عامل لهذه العلاقة أوف أون أوف أون بس في عقلك الباطني. طيب عقلك الواعي، قلت لكم هذا الشخص كأنه دخلتوا معركة أنت وياه وطلعتوا خسرانين من هاي المعركة، كأن هذا الشخص أنتوا رحتوا عرضتوا عليه أفكار تانية، إنه مثلا خلينا نعمل صلحة بيناتنا، فهو حكى لك أه يلا تعال نعمل صلحة، خلاك تيجي، فشو عمل؟ غدرك كمان مرة، أو دخل طرف ثالث كمان مرة. فأنت شو لهلأ أنت بتحكي طب أنا ليش رحت مثلا هذا الشخص قدمت له عرض تاني؟ كأنك أنت ندمان جدا 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 على الفرص اللي أعطيته إياها، أو على دخوله لحياتك هذا الشخص. كأنك يا برج الميزان حاسس بخيبة أمل من ناحية هذا الشخص، لأنه هذا الشخص غدرك وغشك وما صارحك بمشاعره، وكأنه هذا الشخص هو عنده علاقات متعددة، وكأنه هذا الشخص متعود يدخل لحياته ناس، ومثلا باسم الحب أو باسم الزواج أو باسم أي اسم مثلا المشاعر، يسلب هاي المشاعر ويطلع هذا الطرف مغدور تعبان منه، كأنه عنده نوع من الغرور، أو إنه مثلا كيف الشخص اللي بيحكي أنا راح أجيب هذا الشخص لو هو تكبر علي راح أجيبه، وبعد ما أجيبه راح أضربه وخليه يطلع خسران من حياتي، وكأنه هذا الشخص عمل فيك هذا الإشي، كأنه أنت انضربت منه ضربات أوجعتك جدا، خلتك تتخلى عن هذا الشخص، تتباعد وتضل محشور بفكرة إنه أنت انغدرت، أنت تعبت، صرت أنت درجة إنه تطلع لحياتك أنا شو خسرت في حياتي بسبب هذا الشخص، كأنك خسرت عملك وخسرت مالك وخسرت كل شيء حواليك، بعدت عن الناس، بعدت عن كل إشي يخصك بحياتك السابقة قبل ما هذا الشخص يدخل حياتك. أنا كنت شايفة إنه في حب، بس أنا أعتقد هذا الشخص كأنه هو ندمان عليكم جدا. على فكرة هو حاسس حاله إنه هو غلط في حقكم، لأنه شافكم إنكم بعدتوا عنه وإنتوا رافضين تنسوا الأمور اللي حصلت بيناتكم في الماضي، فهو شايفكم إنكم إنتوا قاعدين بس ماسكين في الماضي ومو راضيين تنسوا الماضي نهائيا. نوايا هذا الشخص حاليا إنه يتواصل معكم بالروح، وعلى فكرة هذا الشخص نواياه يظهر، هو بيشتغل على فكرة، هذا الشخص بيشتغل على إنه يظهر إنه هو مثلا معامل، هو بيسافر، ومثلا هو راقي، هو حياته مثلا صارت أحسن. على فكرة هذا الشخص يتعمد إنه ينزل لكم شغلات مثلا على السوشيال، على الفيس، على الواتس، نزل حالات انه شوفوا انا وين، انه شوفوا كيف صرت، انه انا معي مال، انا معي هاي السياره، انا معي هذا البيت، كانه بده يحاول انه يرجعكم لحياته، بس بطريقه مو هو يرجع مثلا، لا، كانه هو بده يعمل لكم كيف مثلا يدهشكم، او تحكوا مثلا واو كيف صار، هي شكله تغير مثلا، هيك بده يعمل لكم مثلا على الانترنت، يقعد يصفط فيها الصور، وانا هيك وهيك وهيك وصرت هيك، صار معي مين، صار معي مثلا انا استقريت، انا مثلا بطلت مثلا علاقات النساء، اذا انت شايفه هو في علاقات اخرى،
فهو هيك بده يصير انه فرجيك انه هو تغير كليا، لانه هو شايفك حزين وانه انت لا ما راح تقبل العرض اذا اجاك، ما راح تقبل انك تفوت حياتك، لانه هو غدرك غشك حطك في قائمة اللي بدخل حياتي راح اضربه واطلع، او انا راح اجيب هذا الشخص جايبه جايبه بس راح اضربه واطلع باسم الحب باسم الزواج باسم اي اسم. طيب خلينا نشوف انت يا كيف شايفه. زي ما حكيت لك هذا الانسان كأنه انت عرضت عليه عرض او بنعرض عليه عروض، وهو ما بيقبل العروض الا بشروطه تفكيره، وكأنه انت عرضت عليه عرض رفضك، فانت ضليت زعلان يمكن رغم المأساة اللي عمل لك اياها، انت عرضت عليه كمان عرض او حدا عرض عليه عرض ما اخده. عفوا يا جماعة.